بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرابي والنجم الكابتن عادل مصطفى. مبروك للنادي الاهلي طبعا، ودايما نقول مبروك كده، وان شاء الله باذن الله في المباريات القادمه نصعد ونمر من الفتره اللي جايه. كابتن بحي النادي الاهلي النهارده الشوط الثاني، خاصه كان في الدوافع وكان في الشخصيه النهارده كانت موجوده، وانك انت ترجع وتجيب هدفين ده طبعا انجاز كبير جدا للاعبين داخل ميدان اللعب. قبل ما نروح للحكم كابتن ايمن، هسال سؤال الاول لحضراتكم، يعني بشرككم معايا في السؤال. حضرتك كنت حكم الاول، هل من واجبات ودور الحكم فقط احتساب المخالفات الفنيه؟ دي القانون قال له كده بس، ولا هناك واجبات ثانيه اخرى يجب على الحكم ان هو يشتغل بيها في الملعب؟ لا طبعا في هناك واجبات ثانيه. بالظبط كده. هتكلم في عنصر مهم جدا جدا، ودي يمكن في صلب القانون نمره واحد. كابتن شريف يقول لنا احنا كحكام يجب انك انت توفر البيئه الامنه الصالحه للاعبين داخل ميدان اللعب. بمعنى ايه؟ كابتن شريف النهارده انت كنت موجود بتلعب النهارده، فانت اول لعبه بص تلاقي المنافس بيجي يروح لعب معاك بتهور مره والثانيه والثالثه، انت بتخاف على نفسك، وبالتالي في اشتراكك مع المنافس بتبقى خايف. انت النهارده كحكم دورك انك انت توفر البيئه الامنه والصالحه كابتن عادل للاعبين داخل الملعب. لو احنا لاحظنا الشوط الاولاني هتحس ان هناك اخطاء تم ارتكابها كتير من لاعب نادي المريخ، هو ده اسلوب لعبهم على فكره، هو ده اسلوب لعب صح فريق نادي المريخ. سألنا كحكم هنا دوري بقى ايه؟ هو دوري ان انا احاول احمي النادي الاهلي داخل ميدان اللعب. حسينا النهارده النادي الاهلي النهارده اللعيبه مش متخايفه، ولكن النهارده كل الالعاب اللي دخلت اللعيبه المريخ النهارده في بطاقات اللي هي حتى العقوبات الانضبابيه ما كانتش تتوافق مع الاحداث اللي حصلت النهارده. هروح لي بالتحديد الدقيقه 27 مع لاعب نادي المريخ اللي هو المهاجم اللي هو رمضان عجب تقريبا، في مخالفه مع ايمن اشرف. صح كابتن شريف، انت لو هنا معايا الحاله كابتن علاء، هذه الحاله بنقول عليها لعب عنيف، ان انت بتعمل تاكلينج مش على الكوره. يعني لو معايا الحاله النهارده، لا بنتكلم النهارده دي مش اقصى درجات التهور، انا كنت ممكن ترتقي للبطاقه الحمراء. النهارده اللاعب لعب عمل تاكلينج على الانكل في اللاعب ايمن اشرف، دي حاله من ضمن الحالات اللي احنا بنقول النهارده ايه؟ كان يجب على الحكم النهارده كابتن ايمن ان هو يوفر الحمايه للاعبي النادي الاهلي، بحيث ان النادي الاهلي النهارده خايفه من اللعب الخشن واللعب اللي فيه عنف من فريق المريخ.